قدم قدم على الفاكس بلوز في يوم قرر أعضاء ديال فريق العدالة والتنمية باش يدير طلب لعقد دورة استثنائية بطبيعة الحال بالإضافة إلى أغلب المستشارين الذين يشتغلون داخل جماعة الرباط، وذلك لتقويم مجموعة من الإجراءات التي نقدر بأنها كانت خاطئة خلال المرحلة السابقة. كان عندنا واحد 6 ديال النقاط اللي توافقنا حولهم حول هذا الموضوع. هذا 3 نقاط الاولى تهم تغيير ديال النظام الداخلي. بطبيعه الحال النظام الداخلي تم تغييره خلال الولايات الحاليه، وبطبيعه الحال كان حنا كنا رافضين ليه في الدوره اللي التي مرت من قبل، وكنعتبروه بانه مقيد لحريه الراي والتعبير من داخل المؤسسات. هذا الشيء باش اننا قررنا باش نديروا واحد الطلب ديال الدوره الاستثنائيه كما قلنا رفقه باقي الفرقاء، باش نرجعوا النظام الداخلي السابق، بحيث اننا رفضنا هذه القضيه ديال التسقيف ديال الاسئله الكتابيه، رفضنا منع التصوير من داخل الدورات، علما بان الدورات هي دورات عموميه. غادي نرجعوا للفكره ديال الاحاطه، معني ان المستشار الجامعي له كامل الصلاحيات باش اثناء الدورات يحيط علما اعضاء ديال المجلس والراي العام من خلالهم بجميع الاشياء التي تهم التدبير ديال الشان العام. كذلك هناك واحد نقطه اساسيه بغينا نسولوا السيدة الرئيسة داخل الدورة الاستثنائية حول الإجراءات التي قامت بها من أجل مواجهة ما عرف إعلاميا بملف الموظفين الأشباح. شنو الإجراءات اللي قامت بهم السيدة الرئيسة؟ تعطينا المحصلة حول هذا الموضوع. هذا ثم كانت عندنا واحد نقطة خامسة، بغينا يكون عندنا واحد تقرير مفصل حول التدبير ديال 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 شركة غابا باركينغ، شركة التنمية ديال غابا باركينغ، وبطبيعة الحال عن طريق واحد الخبير قانوني. ثم نقطة أخرى، بغينا كذلك واحد الحصيلة مفصلة حول عمل الشباك الوحيد الذي يهم تسوية وضعية أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية. حنا كما لاحظتوا اليوم حنا كنجيو كنقدموا هذا الطلب ديالنا، لاحظنا بأن استمرار ديال التوتر ديال السيدة العمدة مع الفرقاء الاجتماعيين وكنقصد به النقابات كانت واحد الوقفة كبيرة ديال الموظفين. وبطبيعة الحال السيدة الرئيسة ما كانش فقط عندها خلاف مع الفاعل السياسي سواء كان في الأغلبية ولا في المعارضة، ولكن كذلك مع جميع الفاعلين المحليين، كنقصد به المهنيين، الفاعل الاقتصادي والفاعل الاجتماعي. وبطبيعة الحال هذا شأن لا يستقيم بالنسبة لواحد الجامعة كبرى اللي دابا حاليا تعتبر هي عاصمة المملكة. فريق العدالة والتنمية ما يمكن له إلا يقوم بالأدوار ديالو كاملة سواء من موقع ديال المعارضة. شتوا واحد وقفه ديال الاحتجاجيه ديال الموظفين اللي حنا كنساندوهم على يعني التفاعل ديالهم مع المعاناه ديالهم اللي حنا كنا نتمناو باش يكون عندهم واحد الظروف يعني احسن، خصوصا انه هذه للاسف المجلس بدا بواحد التصريحات كتنقص من القيمه ديالهم بهذاك الشيء ديال الاشباح وحاولت تبخيس العمل ديالهم. ولكن حنا يعني مجلس وكمستشارين ديال المجلس كنعلن التضامن ديالنا مع الموظفين، وهذا يعني اقل شيء حاجه نقوموا بها. القضيه الثانيه هو انه اليوم حنا كاعضاء مجلس كاغلبيه مطلقه يعني قررنا باش نديروا طلب عقد دوره استثنائيه لمجلس مدينه الرباط للتذاكر ببعض النقاط المهمه اللي هي نحاولوا فيها اصلاح بعض الاختلالات وبعض الاخطاء اللي وقعت فيها السيده الرئيسه. وكاين نقاط مهمة جدا إن شاء الله اللي غادي تكون في القريب العاجل فيها واحد النقاش مهم. طبعا كما يعلم الجميع هناك يعني حضور سياسي من جميع فرقاء السياسيين داخل المجلس اللي الآن هما مشكلين المجلس. احنا تقريبا عدد أكثر من 3-4 ديال المجلس اللي كنقوموا بهذه العملية الآن، وحنا إن شاء الله الهدف ديالنا هو هدف نبيل من أجل مصالح ديال الساكنة ومصلحة العاصمة. وغادي إن شاء الله نبداو بالخطوات اللي بينها دورات استثنائية، وعلى إن شاء الله على نواصلوا هذا المسار. نتقدم كرؤساء مجالس مقاطعات ومستشارين ومستشارات بأحر التهاني للمنابر الإعلامية على حضورها ودعمها للمواقف الثابتة. أولا كما تعلمون أنه في مدينة الرباط اليوم المجلس الجماعي يعيش أزمة خانقة ويعيش شللا ويعيش وقفا عن تدبير مصالح ساكنة مدينة الرباط وعن ساكنة عاصمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله. ذلك نتيجة التصرفات
التصرفات الانفرادية والتصرفات التي تجهل بها السيدة الرئيسة كل القوانين سواء التنظيمية أو القوانين العادية التي تدبر بها المجالس المنتخبة. للأسف الشديد اليوم سياسيا مدينة الرباط تعرف جمودا وإداريا وتدبيريا نشتكي من العديد من المشاكل، من المشاكل التدبيرية سواء مع مجالس المقاطعات أو مع الموظفين أو مع المصالح. هذا التدبير الذي أوصلنا إلى الباب المسدود اليوم، ونواجه ضغطا كبيرا من طرف المواطنين الذين يشتكون من تدبير مصالحهم الإدارية ومصالحهم الشخصية.